شنو الإنسان أو المسلم المطلوب حتى ينال فضل هذه الليلة؟ ماذا يعمل؟ يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رمضان كامل. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحديث آخر تخصيص، يعني يستثني ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام أبو حسين، ليلة القدر ليلة واحدة، تدري الإنسان يعني من الغروب ليل الفجر، ها تقريبا يعني كم ساعة الحين؟ الحين الأذان تقريبا سبع العاشر، أقل من 12 ساعة. في الصيف راح تكون تقريبا 11 ساعة وربع. هذه الليلة، هذه 11 ساعة. عموما هذه الساعات اليسيرة الله قال عنها خير من 1000 شهر. مو مثل عبادة 83 سنة وبضعة شهور، مو مثلها، لا، أفضل وخير من 1000 شهر. بتعيش 83 سنة يا حسين؟ الله يطول عمرنا وعمركم. أنا بعيش 83، قليل منا اللي ممكن، ومن يشاهدنا والمشاهدين قليل منا اللي راح يعيش 83 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. لكن الكريم الرحيم جعل هذه الأمة تختص بخصائص ومميزات، أعمار قصيرة وأعمار قليلة يعطي عليها الخير العظيم، ومنها ليلة القدر. والله شيء يخلي الإنسان يحتار، كيف المسلم يضيع هذه الساعات اليسيرة وهذا الفضل العظيم بشيء أصلاً ما يسوى. يعني الآن هذه إحدى العطايا الربانية التي عوض الله عز وجل بها الأعمار القصيرة لهذه الأمة، أن يعطينا مثل هذه الليالي العظيمة، يعني ليلة القدر. الآن الاعتكاف بين الشروق وبين أذان الفجر والشروق، كيف الإنسان يأخذ الأذكار الموجزة، كل هذه الإنسان سبحان الله يأخذ حسنات كثيرة، وربما لو يسويها بوقت واحد ما يقدر. هذا يدل على رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. أعمار قصيرة لكن يختصك الله عز وجل بأشياء يسيرة حتى يرفع الله عز وجل من شأنك، ويعلي الله عز وجل من قدرك، ويضاعف الله من حسناتك.